بشكر الحضور الكريم والقامات العلمية من علماء الهندسة والإعلام وأعضاء الشبكة جميعا. هذه المبادرة تم الإعلان عنها مسبقا وهي تحت مظلة شبكة إعلام المرأة العربية، وإن شاء الله مستمرين في الإعلان عنها اتساقا مع توجهات الدولة المصرية والدول العربية تجاه الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. بالنسبة لمبادرتي، هي مبادرة المنزل الأخضر التي تهدف إلى التوعية بتطبيق المنزل الأخضر في الوطن العربي عن طريق استخدام آليات سهلة وبسيطة يمكن لأي فرد أن يعمل بها ليعود بالنفع عليه وعلى المجتمع. تعريف المنزل الأخضر أو المسكن الأخضر هو مبنى يصمم وينفذ ويتم إدارته بأسلوب يضع البيئة في اعتباره الأول عن طريق تقليل استهلاك الطاقة والمواد والموارد. وأخيرا أحب أن أتوجه بالشكر والامتنان لسيادة المستشار الدكتور معتز صلاح الدين صاحب الرؤية العظيمة والأفكار النبيلة للخلوق، وشكرا لدعمه الدائم لي. وأحب أن أتوجه بالشكر لجميع أعضاء شبكة إعلام المرأة العربية والتي تلقي الضوء على الأفكار الناجحة. وأتوجه أيضا بالشكر والامتنان إلى زوجي الدكتور طاهر محمد أبو زيد، بشكره على دعمه الدائم لي وإفادتي دائما بالكثير من المعلومات العظيمة في مجال العمارة والعمران. أتوجه أيضا بالشكر إلى والدي العزيز مهندس عماد عوض، له الكثير من الفضل والامتنان، هو المعلم الأول لي منذ الصغر على المستوى العلمي والعملي والأدبي. جزاه الله كل خير.